السرعة والتركيز وما تؤديها كتيبة من طلبة الدفعة. والمعقدة والتي تستدعي تدخل وحدات وتجهيزات وتعكس مدى جاهزية رجل الشرطة لتأدية مهامه المحفوفة بشتى المخاطر. الدفعة 59 لأعوان الشرطة الذي تتشرف بتنظيمه المدرسة التطبيقية للأمن الوطني عبد المجيد بوزبيد الصومعة، ويشارك فيه كل من طلبة مدرستنا ب 680 طالب، وملحقة المسيلة ب 226 طالب بتعداد إجمالي يقدر ب 600 عون شرطة متخرج. تلقت الدفعة المتخرجة تكوينا نظريا وتطبيقيا طيلة 12 شهرا شامل الإعداد النفسي والتحضير البدني والرياضي وعمليات تدريبية جمعت بين المعارف الشرطية والقانونية التي يستند إليها العمل الشرطي والأنشطة التطبيقية التي صممت انطلاقا من الوضعيات المهنية التي سيواجهها عون الشرطة في الميدان. يتزامن حفلنا هذا مع اختتام دورة التكوين المتخصص لفائدة 88 سائق لمركبة الشرطة تابعين لمديرية وحدة الأمن الجمهورية ومختلف مصالح الأمن الولايات، 35 عون قياس قامة تابعين لمديرية الشرطة القضائية، و30 سائقا تابعين للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. عون شرطة متخرج بداود بلال، إنني سعيد أننا أنهينا مرحلة مهمة في بداية مسارنا المهني وهي التكوين الشرطي الأساسي. هذه المرحلة التي تلقينا فيها تكوينا نظريا وتطبيقيا يتماشى والمهام المنوطة بنا مستقبلا. وأنا الحامي لك في المحن تعدي على قوانين الجمهورية. الوصول للطالب باكتساب روح العمل الجماعي بشكل منظم تمام.